آغاز اللہ کی پاک کلام تلاوت کلام پاک سے فرمائیں. جناب شوکت علی نقشبندی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. What?
ولوالدي وللمؤمنين ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول الحساب ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول الحساب آمنت بالله صدق الله.